فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كثر في الآونة الأخيرة التعرض للدعوة السلفية والطعن فيها وفي دعاتها وإلصاق تهمة الإرهاب والجماعات الإرهابية بهم، يقول: كيف نرد على هذه الدعوة لا سيما وأنها تنتشر؟ هذا شأن المنافقين في كل وقت، أنهم يلصقون بالإسلام الأشياء التي لا تليق بالإسلام ليشوهوه على الناس، هذا ليس بغريب أبدا. وكانوا يتطيرون بالدعاة إلى الله، بالرسل والدعاة إلى الله يتطيرون بهم، يقولون: ما أصابنا هذا الشيء إلا بسببكم. هذا كله من أمور الجاهلية ولا يجوز هذا. أهل العلم وأهل الخير هؤلاء فيهم نفع للمجتمع، فيهم صلاح للمجتمع، وجودهم أيضا ضمانة للمجتمع، هم أهل خير. لماذا يقولون ما يقولون أهل المعاصي وأهل الفسق وأهل المخالفات هم سبب العقوبات؟ هذا هو الصحيح. أما أن يقال سبب العقوبات أهل الخير فهذا من التطير الذي كانت تفعله الأمم مع الرسل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.